طيب بقولك يا جن، اطلع لي كده لما حاسب. هو بيحاسب. زوم بقى. في حاجة غريبة. في حاجة غريبة. ايه؟ ما شربش تبس. رجع كده الحتة دي. بص هنا بقى كده بيفك السويس لاين. بيفك على هو كان فك زرار البنطلون. متركز يا حسين، متركز. تقرير الطب الشرعي قال إن حبيبة اتطعنت بآلة حادة قبل ما تترمز. لو قدرنا نثبت إن الآلة الحادة دي زي بتاعت صفوت وممكن تسبب نفس الجرح اللي في جسم حبيبة الكردي، يبقى 99% صفوت هو اللي عملها. كل 1% يا علي. ايه؟ كل 1%. ساكن بس. يبقى 100% هو اللي عملها بس. 100%. هاتوا من الأول كده.